فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة خلف الإمام مع طفل لم يبلغ التمييز؟ لا، هذا يصير فذ. الطفل الذي لم يبلغ التمييز هذا ما تصح صلاته، ما تصح صلاة الطفل غير المميز، ولا يصح مصافته. نعم، لأن حتى المميز فيه خلاف، لكن عاد الصحيح أنه لا بأس، لكن أما غير المميز هذا ما هو محل خلاف أنه ما تصح. نعم.